الكيكه اللي خاصكم تصيفطوها للناس اللي ما بغيتوش تزقيو الكيك. ها هي الوصفه وها هو المول. يا ربي يا ربي. وفي نظركم قولوا لي انتوما علاش هاد الكيكه بالضبط ما صدقاتش، مع انني درت بزاف الكيكات وتقريبا كلهم كيصدقوا زوينين. وهنا خليت لكم المقادير ديال الكيكه والطريقه ديالها، حيت الكيكه راها ناجحه 100%. المشكل الاول كان في المول، والمشكل الثاني كان هو المشكل ديال الكراميل. ودابا بغيتكم نتوما تشاركوا معايا في لي كومونتير شنو هما الاسرار ديالكم باش ينجح معاكم الكيك ويجيكم كيك اللي مفشفش خفيف ولذيذ. هي جات بنينه ولكن ماشي مشكل.